بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة احنا في جولة في السيف جيلري الرياض حي النهضة شارع سلمان الفارسي. معلش الفيديو الأولاني فصل مني، ودلوقتي احنا بنصور في الجزء الثاني من التخفيضات اللي هي من 10% ل70%. حضراتكم عارفين ان التخفيضات هتنتهي إن شاء الله يوم السبت 4/9/2021، يعني باقي إن شاء الله يومين، النهاردة الخميس باقي الجمعة والسبت والعروضات تنتهي. دي اللي هي الخبازة المنزلية اهي 1600 واط ب 196 ريال من 219 ريال اهو. ده اليومين اخر يومين في التخفيضات اهو. دول عليهم تخفيض ولا مفيش؟ معلومش الشكل ده للأسف كده كده معلوش تخفيض، يعني هو السعر ثابت 249 ريال، 1600 برضو 1600 واط و30 سنتي اهو. ودي التلاتة في واحد ب349 ريال، التلاتة في واحد هنا. دي الخبازة الكبيرة اللي 40 سنتي و2600 واط 259 ريال بعد التخفيض، اللي هي من 10% ل70% ل60% قصدي اهو. توفر منها الاشكال دي. ما شفتوليش غطا برضه، الغطا عند اسمه تحت، لو ضيعولي هاخد واحد. المفروض انت تطلع لي واحد. هنا حفظات الطعام برضو اللي عليها تخفيض اهي 219 269 329 اهي. حفظات الطعام دي كده كده مش عليها تخفيض، اللي هما دول يعني السعر ثابت اهو. حفظات طعام وغويزي ولا غوزي اللي عليه تخفيض هنقف عنده اهو. اللي عليه تخفيض الخشب دي اهي سعر 244 ريال بعد التخفيض. كلهم دول حفظات طعام. دول بقى الغوزي دول عليهم تخفيض. دول ما شاء الله حلوين بس عليهم تخفيض. احنا بنودع التخفيضات. ادي اخر يومين في التخفيضات، ال20% على القطاعات والسكاكين اخر يومين، الجمعة والسبت 4/9/2021 اهو. سكاكين الفاكهة دي برضو اخر يومين اهو، من بعيد اهو. كل السكاكين دي عليها خصم 20%. المعالق طبعا مش عليها خصم، بحب اصور الروافع بتاع المطبخ اصلا اهو. المعالق اهي برضو، شنط المعالق، السيف
اهم هما الرصة هي اللي مش حلوة بصراحة، مش مرصوصين كويس يعني. اهم عليهم خصم، الخصم هينتهي يوم الحد، يوم السبت قصدي، يوم السبت 4/9/2021، اخر يومين في التخفيضات. ده الحجم الصغير شوية، 24 قطعة. وهي الجريل موجهين الروكي اهي، اخر يومين في التخفيضات. ودي برضو اتنين مع بعض، ودي النحاسي اهي، دول مش عليهم تخفيض. هنا القلايات والطوات والجريلات، في حاجات عليها خصم وفي حاجات لا. في حاجات عليها خصم وفي حاجات مش عليها خصم. انا بفرجكم بس ان التخفيضات خلاص هتنتهي، بدكم فكرة. هما جابوا اطقم استانلس روكي بس شكلها حلو، وقلت اصورها لكم بالمرة في وسط الفيديو، وهعمل لها فيديو الحلقة يعني. كلهم دول عليهم خصم، الومنيوم واستانلس. هنا دي اطقم استانلس جديدة من روكي، جت في السيف جيلري، والغطا بتاعها فيها كده حاجة سيليكون عشان السخونة، وما شاء الله تقيلة جدا. هي روكي صيني بس ايه، نوعية كويسة ايه. وتقيلة جدا ما شاء الله، لا قوة الا بالله. روكي اهي وميدن شاين، بس النوعية النظيفة يعني. بس مش عارفه اذا كانت 18/10 ولا لا، هسالكم. تقيله جدا ما شاء الله، وبتلمع جامد وهي من جوه، وتقيله القاعده بتاعتها تقيله جدا، وحتى السمك بتاعها تخين مش رفيع. ما شاء الله لا قوه الا بالله، تقيله جدا مش قادر. هو الطق 10 قطع ب559 ريال، ده جديد، 5 حلال اهو ما شاء الله. نرجع الغطا، واحسن حاجة ان الغطا استانلس عشان مش ازاز يتكسر ولا اي شيء. ده شكله هو نفس الشكل يعني، بس زيادة عليه اللي هي دي. ده 11 قطعة ب599 ريال، عشان في قطع زيادة اللي هما دول، هما 4 حلل واتنين فوق بعض اهم، 11 قطعة ب599، والتاني ده ال5 حلل ب559 ريال. شكلهم بصراحة جميل جدا ما شاء الله. ودول معاهم كاسرولة، 4 حلل وكاسرولة. ده كم قطعة؟ ده 11 برضه اهو، وده 4 حلل وكاسرولة برضه بنفس السعر، 559 ريال.
شكلهم حلو. حتى في منهم قلايات تستلس لوحديها اهو. القلاية ب129 ريال، ما شاء الله تقيلة يا الله، ما شاء الله. انا خايفة لا تحت تتكسر مني. نشوفكم مقاسها كام. مقاس 28 سنتي، ما شاء الله تقيلة جدا. مقاس 28 سنتي ب129 ريال. اي رجحتها مكانها. في متوفر منها مقاسات، دي الكبيرة 28 سنتي، ودي ب115 مقاس 26، ودي ب99 ريال مقاس 24 ريال. او في اللي عايز بالقطعة الحلة، وفي بالطقم. هو ده جديد في السيف جيلري، اللي عايز الحلة بالقطعة واللي عايز الطقم ياخد طقم. 199 ريال الحلة دي 30 سنتي، اصغر حلة كان فين بكام ده. مية وتسعتاشر ريال الواحد ياخد طقم احسن، عشان بالحلة كده حاسة ان هي غالية. 20 سنتي ب119 ريال، بس تقيلة ما شاء الله، تقيلة اوي. الاصغر شوية 18، بس 18 ب99 ريال. حلو اهو. طبعا دول كان عليهم تخفيض اهو. دول الجرانيت التورنادو اهو، 379 ريال ال7 قطع. بصراحة جميل وفرصة وعملي وحلو جدا، واصلي كوري اصلي تورنادو، بس حاسه انه خفيف. انا ما كنتش واخده من الشكل ده. تخفيض صراحه انا برتاح للشكل ده اهو. ب449 ريال ال9 قطع، من 729 ريال، وكان عليه خصم ساعات من فترة قريبة، كان عليه خصم فوق الخصم 20% كده. النداء الأخير للتخفيضات بقى يومين. اللي نفسه في تورنادو يجيب، توفر منه أشكال كتير. ده طبعا من الاول، من ده الشكل الجديد، لسه ما عملوش عليه تخفيض. ده الشكل الجديد ابو 700 وكم، 749 ريال. انا خدت الحته دي كلها. ايوه هتقفله. انا ده الاخر اللي طيرت الدوح. عملاءنا الكرام، الرجاء التوجه إلى صناديق المحاسبة. عملاءنا الكرام، الرجاء التوجه إلى صناديق المحاسبة. تشرفنا بخدمتكم وتسرنا زيارتكم قريبا. السير جلالي. هنا المكانس جانو اهي. عملاءنا التخفيضات اهي. الرجاء التوجه إلى صناديق المحاسبة. عملاءنا الكرام، الرجاء التوجه إلى صناديق المحاسبة. تشرفنا بخدمتكم وتسرنا زيارتكم قريبا. السير جلالي.
ليه كده يا سيف جيلري؟ يلا هنا آلة المصابيب دي اهي على تخفيض كويس، الحقه قبل ما ينتهي اهو عشان ما صورتوش كذا مرة. والتنور المنزلي 299 ريال من 333 ريال اهو اخر يومين اهو. نودع الترامس اخر يومين في التخفيض اهو. هنا اهو ما ننساش الاليات الهوائيه 1+1 مجانا اخر يومين في العرض اهو، فرصه الاليات الهوائيه متوفر منها الاشكال دي. هما هيطفوا النور 1+1 مجانا، مازال مستمر لغاية يوم 4/9. والشكل ده برضو من الآليات الهوائية اهو، 1+1 مجانا جميع الأحجام والأشكال. العرض هينتهي يوم السبت 4/9/2021 وجميع الأشكال والألوان والأحجام اهو.